يقدمون المساعدات منتهية الصلاحية للمحتاجين وأطفالهم في جهة، ويقصفون المستشفيات ويقتلون النساء والأطفال بصواريخ طائراتهم في جهة ثانية، يسيطرون على معظم الموانئ والمطارات ويأمرون وينهون كما يحلو لهم. ذئاب تنهش بلاد السوريين طولاً وعرضاً، وجه جميل يخفي فظاعة أعمالهم. فما هي قصة مساعدات الذل التي يتبجح الروس بتقديمها للسوريين؟ في مطلع شهر أيلول من العام 2015، استنجد بشار أسد بالروس للتدخل عسكرياً في سوريا، بعد أن كانت الفصائل المقاتلة على بعد خطوات قليلة من قلب نظام الحكم والدخول إلى مدينة دمشق، ولاسيما مع نهاية العام 2014 بعد أن اشتعلت جبهات عدة حول العاصمة. الله أكبر. تم تسجيل أول تدخل عسكري مباشر للروس في 20 من أيلول عام 2015، حيث قامت طائرات روسية بقصف موقع للجيش السوري الحر في ريف حمص، وأعلنوا حينها أنه موقع لتنظيم داعش. وبالتوازي مع تدخل سلاح الطيران الروسي، كانت الترتيبات للسيطرة على منطقة الساحل السوري يتم العمل عليها بخطى حثيثة بمباركة من رأس النظام، وهو ما حدث فعلياً، حيث أصبحت قاعدة حميمين بعد توسيعها في اللاذقية مركزاً للعمليات الروسية التي تنطلق منها الطائرات لقصف المدن والمناطق السورية تحت شعارات مختلفة على رأسها محاربة تنظيم داعش. وأصبحت تلك القاعدة الجهة التي يأتي إليها بشار أسد صاغراً لتلقي أوامره من الضباط الروس، وفي أفضل الحالات القليلة من بوتين شخصياً. انتهجت روسيا سياستين مختلفتين، كانت الأولى تأمين سيطرتها على معظم الثروات السورية من خلال سلاح طيرانها وبعض مرتزقتها، وعلى رأسهم مرتزقة فاغنر، فقتلت الآلاف ونفذت 300 هجمة على نقاط صحية ومشافا اعتبارا من الشهر العاشر عام 2015، حين دمرت مستشفى ميدانيا في بلدة سرمين في محافظة إدلب. وخلال أقل من 4 أشهر من تدخلها العسكري، استهدفت مستشفى منظمة أطباء بلا حدود في معرة النعمان، ومستشفيات الوطن وأورينت والهبيط وأبو ظهور، والمركز الصحي في كفرنبل. وفي اللاذقية استهدف الروس أيضاً مستشفيات اليمضية وبرناص وإخلاص. وفي محافظة درعا تم قصف مستشفى صيدا ومستشفى الغارية في ريف المحافظة. تكاثرت حوادث قصف المشافي، فتم استهداف مستشفى التوليد في عزاز في حلب، وكذلك مستشفيات الحاضر والعيس، ومستشفى ميداني في بلدة الأتارب، وآخر في مدينة الباب، ومستشفى عندان وحريتان. أما المدارس فكان لها نصيب من السياسة الأولى التي انتهجتها روسيا، فقامت روسيا فقط خلال 4 أشهر من تدخلها في سوريا بقصف 27 مدرسة في عدة محافظات سورية، ما أدى إلى مقتل العشرات من تلاميذ المدارس. بالمقابل انتهجت روسيا سياسة ثانية ارتكزت على الترويج لنفسها بأنها صديقة للشعب السوري وتقدر معاناته، فاتجهت لتوزيع المساعدات الغذائية القليلة أمام عدسات المصورين، فقامت في الشهر العاشر من العام 2016 بالتوجه إلى المهجرين من المحافظات السورية والمقيمين في معسكر طلائع البعث في بلدة إرساس بالقرب من مدينة السويداء، وزعت عليهم أكياساً صغيرة لا تكفيهم يوماً واحداً. في العامين 2017 و2018 زادت روسيا من وتيرة توزيع المساعدات، فانتقلت إلى ريف جبلة وقدمت عشرات السلات الغذائية في قريتي بشيلي وبطارة. توجهت بعدها إلى ريف درعا وريف القنيطرة، ووزعت كميات صغيرة من المساعدات على الأهالي هناك.
استحدثت بعدها برنامج مع كل الحب من روسيا، والذي ركزت فيه على استخدام الأماكن الدينية للسوريين كمراكز لتوزيع فتات مستودعاتها، فأهانت بعض مكونات الشعب السوري من خلال تصوير سيدات دين يستلم سلة مساعدات من ضباط روس، كما حدث في قرية الخالدية شمال محافظة السويداء. استخدمت العقلية الروسية الكنيسة والجامعة ودور العبادة، واستعانت بجمعية الحاج أحمد قاديروف الخيرية، وهي جمعية شيشانية تنشط في سوريا منذ عام 2014، ويمثلها محمد سبسبي عضو مجلس الشيوخ الروسي، وتديرها أرملة الرئيس الشيشاني الأبي قاديروف. واستعانت كذلك بدوائر تتبع لنظام أسد، ومهمتها تبييض صفحة الروس لدى مكونات الشعب السوري في مختلف المحافظات، وتهدف للتغطية على جرائم طيرانها وميليشياتها بحق السوريين. قامت القوات الروسية بتاريخ 3 أيلول 2022 بتوزيع علب حليب مركز للأطفال منتهي الصلاحية في محافظة السويداء، وتحديدا في كنيسة قرية عرى، وتعتبر تلك القرية دارا للإمارة، ولها رمزية كبيرة تعود لزمن الثورة السورية الكبرى، وهو ما اعتبره كثيرون إهانة واضحة لأحد مكونات الشعب السوري. فهل تقوم روسيا بتقديم مواد غذائية منتهية الصلاحية كزكاة عن ثروات السوريين التي قدمها لهم بشار أسد كهدية مقابل استمراره في الحكم؟ ليس فقط الرئيس بوتين فخور فيكم، ونحن كلنا فخورون.